أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الخميس الجولة 11 للدوري السعودي الشبابي، يلاقي ضيفه الأهلي في الرياض. الجمعة العروبة أمام النهضة، ويلتقي نجران على ميدانه في هناك في نجران مع الفيصلي، وفي مكة المكرمة مواجهة ملتهبة تجمع الاتحاد بضيفه النصر. السبت ديربي القصيم الكبير بين التعاون والرائد، وفي الخرج يلعب الهلال أمام مضيفه الشعلة، بينما في الدمام يواجه الفتح المضيف الاتفاق. بدأت هذه الجولة وقبل أن تبدأ ساخنة، حيث استبعد البرازيلي فيتور بيريرا مدرب فريق الأهلي مهاجمي فريقه العراقي يونس محمود والبرازيلي فيكتور سيموس من قائمة اللاعبين المغادرين إلى الرياض لمواجهة فريقه الشباب في الجولة المقبلة للدوري السعودي. من جهته استغرب سيموس قرار إبعاده من المدرب عبر تغريدات في حسابه على تويتر، مؤكدا أنه لا يعاني إصابة وأن المدرب لن يضعه في حساباته لنهاية الموسم، وهو ما يسبب له الحزن كونه مع النادي منذ 2010 ويعشق مشجعيه. وقال في الختام: هل هذه الطريقة التي يجري بها معاملتي ونسيان الألقاب التي أحرزتها مع النادي؟ وختم أيضا: أنا في المنزل الآن وأشعر بالتعاسة لما حدث. أتمنى بس حاجة بسيطة من بريرا، إنه يبدأ بالتشكيل المناسب عشان ما نحاسبه. هو مدرب كبير في الدوري البرتغالي يختلف عن الدوري السعودي، أبغى يفهم النقطة هذه، إن الدوري البرتغالي يختلف عن الدوري السعودي من إمكانيات، من لعيبة، من تكتيك، من خطط. ما في أحد ما هو زعلان، يعني أنك تستحوذ فيك من أول مباراة الموسم وأنت قاعد تستحوذ، ما هو ناقصك شيء. الحمد لله أفضل أجانب، أفضل محليين، أفضل مدربين، من أفضل مدربين في العالم فيتور بيريرا. لكن مشكلة الأهلي إن مشاكله بسيطة، يعني هي بس تغيير بعض المراكز، بس التركيز قدام المرمى، أشياء بسيطة. يعني لو الأهلي إن شاء الله يعني انتبه لها بإذن الله أموره كلها تنحل. زعلانين أكيد على أرضك وبين جمهورك وفي ملعبك وتنغلب نتيجة أنا أقول عنها يعني غير مستحقة. والله زعلان كل شيء، في دعم جمهور ودعم إدارة ودعم واللاعبين بدون أي روح، ما في أي شيء. بحكم أني أنا رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي، رسالتنا لهم نقول لهم نبغى نفرح، بس نبغى نفرح، جمهور يبغى يفرح. إذن الأهلي في مواجهة الشباب في عقر داره في الرياض، مباراة سينفرد فيها أو سينفرد الفائز فيها بالمرتبة الثالثة، ويتطلع للحاق بالنصر والهلال. عبد المجيد الرويلي ومصطفى بصاص محركان مهمان في هذه المباراة. عبد الله درويش، عبد المجيد الرويلي، مصطفى بصاص، يمكن اختصار حركتهما داخل الملعب بالكرة أو من غيرها بالمختصر المفيد: مهاريان وعلى الطرف يجدون أنفسهم ولا يخيب ظن مدربيهما فيهما. لاعب الشباب الرويلي يقول عن نفسه: لم أغب يوما عن التمارين منذ أن كنت شبلا في نادي العروبة الشمالي إلا مجبورا بسبب إصابة، وخلالها أكون في العيادة أو غرفة التأهيل. ويؤكد أنه استمر كذلك في رائد القصيم عامين قبل أن ينتقل إلى الشباب عام 2011. مصطفى بصاص
حمل المسؤولية منذ أن كان في براعم الأهلي، معروف بحماسته وإشعال الروح لدى زملائه. أينما يلعب يكون حاملاً لإشارة القيادة، إلا في الفريق الأول الذي انضم إليه قبل عام من الآن بعد بروزه في بطولة الخليج الأولمبية التي رفع كأسها. الليث الرويلي شارك هذا الموسم في 7 مباريات من أصل 10 مع برودوم، لعب لقاءين سجل فيهما وكانت أمام الرائد والاتفاق، ومع فيريرا الحالي لعب 5 وسجل في الأخيرة أمام النهضة 2 من لمسة واحدة سكنت الشباك، وفوق ذلك أسهم في صناعة 2 لزملائه في الفريق. في الجانب الأخضر كان الشاب الصغير القصير بصاص حاضرا في 10 مباريات كلها، استبدله بيريرا 4 مرات وكان شريكا في خماسية فريقه التي هزت شباك الشعلة بـ2 حمل اسمه، وفي ذات المباراة ارتدى القفازتين ولم يسلم من تلقي الأهداف، وإذا صنع أهدافا في مباراة لا يخسر فريقه، وتؤكد ذلك نتيجة الفريق الجداوي في مواجهة الفتح والنهضة التي ساهم بكرة في كل منها. الشباب الرويلي والأهلاوي بصاص ممتعان بالكرة، ولكن مواجهة الخميس تبحث فيها جماهيرهما عن النقاط قبل ذلك، فمن ينجح في تطويع متعته لصالح فريقه ومواصلة اللحاق بالصدارة. عبد الله الدرويش، العربية. إلى جدة، من هناك التحق بنا كابتن صالح الصقري الدولي السابق. كابتن أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كابتن، لعبا متشابهان في أشياء كثيرة، حتى في الفترة الأخيرة في اللوك صاروا متشابهين أيضا. كيف نعلق أولا على مصطفى بصاص، لاعب الذي لا يهدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا فيك أخوي بتال. لا شك مصطفى بصاص من اللعيبة اللي أثبت وجوده في الخارطة الرياضية، وخاصة في النادي الأهلي. لاعب سنه صغير بس ما شاء الله تبارك الله إمكانياته لاعب كبير، العقلية، المهارة، الكنترول، الإمكانيات هي اللي خلته يظل لاعب أساسي، سواء على مستوى المنتخب أو مستوى النادي. فيعني شهادتنا في مجروحة، ونتمنى إن شاء الله أنه يستمر على هذا المستوى. نعم، التنقل الواضح في الأماكن اللي لعب فيها مصطفى بصاص مضر أو مفيد؟ يعني لاعب صغير ما وصل 20 حتى الآن، وما شاء الله في 2 سنين هو قاعد يلعب في كل المراكز، حتى حارس مرمى لعب. والله أشوف يعني خاصة اللاعب السعودي في لعيبة معينين ما تفرق انه يلعب وسط، يلعب ظهير، يلعب مهاجم خلف المهاجمين. في لعيبه للاسف لا، على حسب الكاركتر حق اللاعب، على حسب رؤيه المدرب، لانه ممكن المدرب يشوف الميزه هذه موجوده في بصاص ما يشوفها في اي لاعب ثاني. صالح، هي مضره له ولا مفيده له على المستوى الشخصي في مسيرته كلاعب؟ والله بالنسبة كلاعب بشكل عام هي عادية، بس يعني كلاعب كمصطفى أتوقع أنها يعني ما راح تأثر عنا شيء، وخصوص أنه قاعد يعني مستمر في المباريات وشارك في 10 الجولات كلها. جميل، خلينا نروح لعبد المجيد الرويلي، لاعب تنقل بين العروبة الرائد ثم الشباب، بدأ يثبت أقدامه ولو أنه يغيب ويعود في خارطة الشباب، لكنه دائما يترك بصمة عندما يحضر، وبصمة خاصة يعني ما تشبه أي بصمة أخرى. إيش رأيك؟ صحيح كلامك، يعني أنا أذكر اللاعب عبد المجيد من أيام ما كان في العروبة، وكان له بصمات وكان بارز في ذيك الفترة، حتى انتقل نادي الرائد وبعدها نادي الشباب. ما يعيب على عبد المجيد مشكلته أنه يعني ما في ظهور إعلامي يدعم هذا اللاعب. اللاعب إمكانياته كبيرة، اللاعب حتى النضج الكروي وصل لمرحلة النضج الكمال والكمال لله، اللاعب يعطي صانع لعب خلف المهاجمين، لاعب ذكي، مهارات، عنده إمكانيات عالية، حتى على مستوى المنتخب التحق فترة كذا لعب مباراة ومباراتين، كان من أفضل اللعيبة المتواجدين ذيك الفترة. بس زي ما قلت لك ما يعيب على عبد المجيد أن الظهور الإعلامي، خاصة تعرف في اللاعب يدعم الإعلام، يكون بارز باستمرار،
ولاعب ما يكون عنده اعلام مهما كان يعني قدم مستويات الاعلام ما ينصفه فينهضم حق اللاعب. نعم جميل. طيب مدى تاثيرهم على الفريقين؟ خلينا نتكلم عن بصاص اولا، تاثيرهم في مباراه اليوم الخميس بين الشباب والاهلي. اكيد بصاص من اهم الاوراق خاصه الفريق الاهلاوي، وزي ما قلت انه العشر الجولات كلها كان لاعب اساسي وكان لاعب مؤثر في العشر الجولات كلها، واحرز في كذا مباراه اهداف وصنع اهداف، يعني عنصر اساسي ما اتوقع انه المدرب حيستغني عنه، سواء على الجناح الايمن على الوسط، وجوده في الملعب شيء اساسي ومهم للنادي الاهلي، لانه لاعب تكتيك ولاعب مهاري وفي عنده حلول كثيره ممكن يستفيد منها الفريق، فشيء اساسي انه موجود في مباراه اليوم. كيف تاثير عبد المجيد الرويلي على الاهلي وعلى الشباب؟ نفس الشيء، انا اتوقع عبد المجيد حيكون له بصمه اكثر من بصاص، لانه عبد المجيد يعني ممكن هذه ثاني او ثالث مباراه يلعبها، احرز هدفين في المباراه الاخيره، حيكون صانع لعب الوحيد اللي متواجد مع خلف المهاجمين، حتكون يعني المسؤوليه عليه اكبر، حيكون هو مفتاح الفوز للفريق الشبابي اذا استغل الفريق الشبابي، وهو عبد المجيد كان في يومه. نعم. اتوقع انه حيكون يعني نجم المباراه. نعم شكرا جزيلا كابتن صالح الصقري الدولي السابق. ولا يذكر الشباب والاهلي الا ويتصدر اسم رئيسيهما الحديث، هذه قراءتهم في مشوار الرئيسين في الموسم الجاري. معين السواري، الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي بدأ موسمه بعيدا عن الأنظار والأضواء، مكتفيا بالتركيز على التعاقدات لتجهيز فريقه لخوض غمار البطولة، فتعاقد مبكرا مع مدرب جديد هو البرتغالي بيريرا الذي غادر معه الأهلي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، واستبدل عماد الحوسني بالكوري سوك يون الذي لم تسعفه الإصابة، لينضم العراقي يونس محمود إلى صفوف الفريق. هدوء الأمير الشاعر انتهى في 28 من سبتمبر الماضي بعد أن وضع حداً له ما اعتبره استفزازات الحكام لفريقه. انتقاده لحكم مباراة فريقه أمام الهلال كلفه عقوبة لجنة الانضباط بتغريمه مبلغ 50,000 ريال ورفض الاستئناف المقدم بخصوصها، ليفتح النار على لجنة الانضباط التي اتهمها بأنها تكيل بمكيالين، مستشهداً بتعاملها مع تصريحات مشابهة لرئيس الهلال. لم تمنع العقوبة الأمير الشاب من الاستمرار في انتقاداته، بل صعد من حدتها لتطال هذه المرة لجنة الحكام بأسرها، معتبرا أن اللجنة تفرغت للدفاع عن الحكام وأغفلت إصلاح الأخطاء. حرب رئيس الأهلي مع لجنة الحكام لم تهدأ بمغادرته إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية لابنه سعود، تاركا دفة القيادة لنائبه المهندس خالد عبد الغفار، ونافيا ما تم تداوله عن استقالته من منصب رئاسة النادي الذي يشغله للعام الرابع، فآخر تصريحاته كانت عابرة للمحيطات، برا فيها للدفاع عن فريقه معتبرا أنه غير قادر على المنافسة على بطولات الموسم بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية التي ترتكب ضده، مطالبا في الوقت ذاته أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي وليس عمر المهنا رئيس لجنة الحكام التدخل لإنقاذ التحكيم السعودي، ومبديا تخوفه مما يمكن أن يحدث في مواجهة الشباب بسبب الأخطاء التحكيمية التي قد ترتكب ضد فريقه. الحديث عن الاستقالة لم يتردد فقط في البيت الأهلاوي، فقد كان العنوان الأبرز لموسم خالد البلطان رئيس نادي الشباب بعد الخروج من دوري أبطال آسيا وإعلان الاستغناء عن المدرب البلجيكي برودوم، أعلن نيته الرحيل أيضا بأنه على حد قوله أعطى كل ما لديه. موسم يحسب للبلطان فيه التعاقدات الجديدة للنادي، بدءا بهزازي وانتهاء بصفقة عيسى المحياني وإيكال مهمة قيادة الفريق للبلجيكي فيريرا بدءا من الجولة الرابعة، لكن موضوع الاستقالة جعله في قلب دائرة الأحداث، فمغادرة كرسي الرئاسة بعد 7 أعوام أمضاها الرجل ممسكا بزمام الأمور تجعل مغادرته حدثا للوسط الشبابي. وجاء غياب البلطان عن الجمعية العمومية السنوية للنادي التي عقدت في 30 أكتوبر الماضي لتصب في اتجاه تأكيد جديته في اتخاذ هذه الخطوة. شهر واحد مر ينتهي الترقب بإعلان تراجعه عن قرار الرحيل بعد أنباء صحفية بأن لقاء عقد مع الرئيس الشرفي للنادي الأمير خالد بن سلطان طالبه خلاله بالعدول عن الاستقالة والبقاء على الأقل حتى نهاية الموسم حفاظا على استقرار الفريق، ليحدد البلطان لنفسه 30 مايو القادم موعدا ليتمنى أن يكون آخر أيامه في رئاسة النادي.
معين السواري على العربية. ومن الدمام يلتحق بنا الآن الزميل مسلي آل معمر الصحفي والكاتب والناقد الرياضي. مسلي أهلا بك معنا. على غير العادة يعني من رئيس الأهلي ومن رئيسي الأهلي والشباب أنه تأتي مواجهتهما بلا أحاديث متبادلة بين الجانبين وساخنة. موقع الفريقين السبب مشوارهم في المراحل الماضية ولا ملوا؟ صباح الخير لجميع المشاهدين. الخير. أنا أعتقد أتفق معك أن السبب هو ابتعاد الفريقين عن أو الابتعاد النسبي عن موقع الصدارة. قبل عامين عندما كان الفريقان يتنافسان على الصدارة كان هناك يعني تصريحات مشتعلة، وأعتقد أن هذه التصريحات هي جزء من لعبة التنافس بين الفريقين. الآن الأوضاع النتائج متأرجحة غير مرضية لعشاق الفريقين. ليس هناك ما يستحق أن يكون هناك صراع إعلامي بين الطرفين أو حتى بين الجماهير الفريقين. نعم، مسيرة الرئيس الأهلي في من بدء الموسم الآن إلى الجولة 11 التي ستلعب اليوم الخميس تدل على أن هناك سوء طالع لازم الأهلي في تعاقداته، في نتائجه، أيضا في الإصابات التي تمكنت من جسد الفريق أكثر من مرة. تعليقك. أنا أعتقد أن سوء الطالع في النتائج، أما التعاقدات أنا أعتقد أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبين أجانب. مدرب يعتبر يعني في مصاف المدربين العالميين، اللاعبين المحليين يعني هناك العديد منهم أساسي في المنتخب الأول. المباريات أنا شاهدت تقريبا أغلب مباريات الأهلي، الأهلي يلعب يعني يقدم كرة ممتعة، لكن النهايات دائما لا تأتي في مصلحة مهاجمي الأهلي. نعم. هناك يعني اللاعبون داخل الملعب يقدمون كل شيء إلا التسجيل. نعم. أنا أعتقد أن المسألة الحل ليست في تغيير مدرب أو لاعبين أو أن الإدارة مقصرة، إلا إذا كانت هناك متأخرات أنا لا أعلم عن هذا الموضوع. نعم. بالنسبة للمستحقات اللاعبين. نعم. إذا كانت الإدارة تؤدي واجباتها المالية تجاه اللاعبين وتجاه المدربين والأجهزة الإدارية والفنية، جميع الاختيارات أنا أعتقد أنها مميزة، لكن هناك سوء طالع. نعم. إذا صبر الأهلاويون وعلى مدربهم وعلى لاعبيهم وطالبوهم يعني بتقديم المزيد، أنا أعتقد أن أهلي لديه القدرة على العودة لأن الإمكانيات كلها موجودة لديه. جميل. ما حدث هذا الموسم صراحة يعكس أن الأهلي حظه غير جيد أبدا، سواء في الإصابات التي تتعرض لها المهاجمون يعني في بداية الموسم أو. نعم. في المباريات التي ضاعت فيها الكثير من الفرص، حتى ضربات الجزاء الأهلي لا يستطيع لاعب كبير مثل فليكتور يخسر أو. نعم. يضيع ضربة جزاء. نعم. في المباراة الأخيرة. خلنا نرجع للرؤساء مسلي، خلنا نرجع للرؤساء. خد البلطان هزة قوية خروجه في بداية الموسم من دوري الأبطال، خلته يتكلم أنه يعلن عن رغبة في الرحيل، سببت هزة على الفريق. الآن هو يتخذ الصمت، يتخذ جانب الصمت حتى في هذه المواجهة. مشوار خالد البلطان من البداية كان ثريا في الصيف بالكثير من الخطط والصفقات، بعد ذلك أصبح يعني مشوار هادئ جدا يلوذ بالصمت أكثر. أنا أعتقد أن خالد البلطان لم يعد يجد متعة في الاستمرار في نادي الشباب أو العمل الرياضي، لأنه أمضى 7 سنوات حقق بطولات، ربما استنزف ماديا في الصرف على النادي، لم يعد لديه، ربما شعر بأنه لم يعد لديه الجديد ليقدمه للنادي. نعم. فمن الطبيعي أن يفكر في الاستقالة والابتعاد عن النادي، وهذا أمر طبيعي، قد يعني يبتعد الآن لكن قد يعود في فترة لاحقة. وعلى فكرة الموضوع هذا يعني أمر صحي في الأندية، عندما يأتي رجل 7 سنوات في النادي وقدم يعني الكثير، ربما التجديد يكون مصلحة النادي. نعم. الأهلي والشباب لديهما ميزة مشتركة، وهي أن لديهما مرجعية واحدة ممثلة بالأمير خالد بن عبد الله في الأهلي والأمير خالد بن سلطان في الشباب، وهذه تسهل عمل أي رئيس يأتي لهذين الناديين عندما يكون المرجعية واحدة، ولا يوجد هناك مؤثرين كثر من أعضاء الشرف على إدارة النادي، هذه تساعد الرئيس لتحقيق أهدافه. جميل. خالد البلطان وفهد بن خالد أنا أعتقد أنهما محظوظان أن لديهما داعمين ماديين ومعنويين مثل الأمير خالد في الأهلي والأمير. جميل. خالد في نادي الشباب. مسلي آل معمر الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك.
مباراه مرتقبه اليوم اذا بين الشباب والاهلي في الرياض، وهذه وقفتنا القصيره سنتابع فيها تغطيه هذه المباراه، وبعد ذلك نقول رعايه الشباب تكمل ترميم استاد فيصل بن فهد استعدادا للمواجهه، وغياب الاسوار مسؤوليه وامانه العاصمه.